ما نعرفوش صراحة، صراحة أنا ما نعرفوش، نطلعوه وشوفوا وش راح يحكي على هذا القمع. ممكن الناس لازم تحكي بس تشوفوا الحقيقة. يعني أنتم ما غدوة كنت تشوفوا الناس، كنت تشوفوا الناس غدوة تدافع عليه وتسب فيكم، ولا أنتم ما تدافع؟ قول لهم لا، قول لهم إحنا هذا ما. السلام عمي صالح، عليكم السلام عليكم. عمي طارق، السلام عليكم. عمك. صح، أنا عمك، أنا في عود عمك. بيسير بيسير بيسير. عمي وش صالح، راح عمي يقول؟ طارق، وش راح اسم الجهارك؟ أنا في كاسس كاسس قوي يا وليد. غلط، اه قال كانساس، اسمها يا اركانساس، نو كانساس، كاسس كاسس يا كانساس ريبوبليكان. يا يا it that's is good man, good good but good mostly Mexican, so it's like it's pretty good. yeah, better life man, Oh yeah, oh yeah. you look good yeah, so go ahead if you have something to say about this nasty man. هذا لقمان، هذا لقمان عرفته انا. عمي صالح جيت الملك عايز سنين. يا اخي اوكي، ما خصك، اروح عندي صابونه حاجه ما تخصك. الاكس ما ربي خصك، يحفظك شرع ما والله، يخصكش، ماشي ربي تعبط يحفظك قدام الناس بابا، ولا كاش ما يخصك والله ربي. ربي يحفظك بابا، والله ربي على يحفظك. كل حال ما تخرجش عليك صافا، انا ما تخرجش عليك سا اون سي جامي، جات بالطريق ولا قال كاين واحد جو صاحبي جو، ولا انا نحب ندور، نجي نحوس عندك ونشوفوك ونقعدوا كيف كيف ونشربوا تعال. قهوه. اروح اروح بعد كي تجي تشوف واحد عفايس عندي هنا، اروح اروح سهل سهل. اوكي. سو قلت لك هذا انا عارفه عندي دوكا قريب، قول واحد قريب 2 سنين، عامين شويه اوكي عرفته. كنت نخدم في بروكلين، حراق جايب فيزا حارق، خدمت في بروكلين. صح الحمد لله يا ربي، كما يقول لك ربي منورنا كما يقول طريقنا. كان في عمري 21 سنه، كنت حاكم هوكا لونج، كنت مانجر تاع هوكا لونج، يعني شيشه كما يقولوا في الجزائر. كانوا عندي تزيريين خدموا كيف كيف، كانوا تزيريين خدامين معايا، خدامين كيف كيف دامنا. وانا هو المانجر، كنت نهضر شويه اللغه خير منهم، شويه خير منهم، شويه اللغه That's good اونجلي باش man. نتعامل مع الكاستمر. يعني الكاستمر كانوا كثر عرب، راك تعرف Yes sir. بيريت بروكلين، بصح كاين من ذاك شويه وايت، من ذاك حالش. Yes sir. دونك على كل حال عرفته، فتلاقينا شويه. انا بعث له ميساج، ما نطيح خشين، انا بعث له ميساج، كنت نتبعه ملي كنت نشوف الفيديو تاعو. بعث له ميساج، واش راك صافا صافا خويا، من نجد جديد المالي كان كذا نتلاقاو. قال لي ماشي مشكل، وين راك؟ قلت له نخدم في بروكلين، نحاكم شيشه. قال لي دافا، قال لي كمل الشوف تايم سكوير ونجي لي. كانت وقت 8 ونص تاع الليل، قلت له انا نخدم عند الساعه 10 تما يخدم حتى 5 تاع الصباح، اروح وقت ما حبيت، اروح هارد نوقف. وركر، يا ذيس از نورمال امريكا. جات، يا نورمال جات، عارفنا واش راك صاب اخويا. اخويا شغل صافي بليزير، راك فاهم، صافي فريمون بليزير، حاجه مليحه شغل، تعرف واحد نورمال صافي بليزير كما يقول لك. اني واي People, by the way, people said you have a bad mic, bro. وشنو هذايا؟ واحد الناس عم يقول لك عندك ميكروفون عيان شويه، ما على باليش انا. على كل حال راني نسمعك، راني نسمعك على كل حال. معليش دوك نزيد شويه نكون لاود شويه، معليش. Anyway. نورمال كنا صحاب، هذه منا ما كان والو، نتلاقاو منا. تزوج في ديسمبر، وكان ماشي هو عاوني تاع الصح، انا شغل باش نتزوج باش نروح من نيويورك كانساس حراق، ما نقدرش نروح طياره، فاهم عمي صالح؟ عمي نقول تقدر تروح، تقدر تروح طيارة، تقدر تروح. يا سو لازم نروح في الطريق. كان بيني واحد صاحبي هذا اللي تحوم فيه في الجزائر، جاري كان راح يدير لي، طاح لي الدقيقه الاخرى الليله هذه غدوه من ذاك، دارنا جايه من الجزائر لتكساس، وانا مطي رايحه من الكاسس لتكساس، كانت تلاقاو تما العرس تاعي. قال لي ما نجيش، خلاص راح، خلاص راح. كاي وش شغل وش بقى؟ عيط لقمان، قلت والله يا لقمان غير حصل ديال تحبيق. قال لي اش كاين؟ قلت له واش كاين؟ والله غير شاهد شغل نهضر كلمه الحق 20 دقيقه. عيط لي، قال لي انا لقيتك واحد غدوه تروح لتكساس. قلت له واك مسخر. قال لي والله غير كاين، ربي يحفظك. قلت له شغل درت لي حاجه كبيره بزاف، كيما كان الحال. طب غدوه ما جا السيد وصل ليك، والله غير شغل هذا فتح ربي كيما يقول لك، ربي يديرك اسباب، يعني ماشي هو ربي، هو ما والو، اسباب هو سبه كيما يقول لك. المفيد دار فيا خير مليح، تزوج. انا كي تزوجت تعرف كي تزوج عمي صالح، تحب تجبد روح شويه، انا زوجنا قاعد، زوجنا قاعد، تعرف يا تعرف مع مرتك تنسى شويه شغل كيما يقول لك المشاكل، سنتو امريكانيه. يا جبت روحي كاع، جبت روحي كاع، ما كانش نهضر معاهم، جبت روحي كاع افار دارنا مرتي ودارهم. حبيت شغل اي نو ام دوينغ كيما يقول لك، معليش على بالي شنو ندير. المفيد عمي صالح، انا لحقت يا دي وغني مالي الصالح. ها عمي طارق، يا عمي طارق، يا عمي طارق، معليش عمو، قول لي عمو، قول لي عمو. عمو خلاص، عمو هاي طارق. روح اسمع. يا عمي طارق، وسمو سبتمبر، انا جويح اوت هذا اللي جا 2020، بديت انا في حراق ما عنديش كوارت. ما انا في تزوج هنايا ما كاش خدمه اونوار، ما كاش تقعد في الدار، تحتاج كوارتك باش تخدم. معليش عارف ذاك وسوفريت، رحت خدمت فلاحه عمي صالح الكامبو مع المكسيكان بالشابو هذاك، خدمت النهار قريب مت، ومن بعد ما قدرتش نروح، ما كاش كيفاه في خدمتها في جويي واقي، كانت سخانه فوق راسك كنت تحرق الحريق في معليش نورمال خدمه كيما قلت
ضحك على والد اوبر، روح ديرها قول له اذا انت راجل، روح خدم اوبر اذا انت راجل، روح دير تي ال سي وخدم اوبر، خدمت خدام الرجال فيدهم، المهم يضحك على تجيب الناس رابع رقد، ماكش تسرق، ماكش تسرق باش تلبس روحك. يضحك على anyway. والد يخدم اوبر يا اخي حالك. anyway. اوبر الناس يتمناوها معلش. المهم قلت لك عمي صالح درت دياوش اللي كنت نقدر ندير باش نسيس لك حياتي، والحمد لله شغل ما بانيش فاش جات، بديت شركه تاع ديليفري كيما دور داش، بديت انا بتمسخيره حاب نقرقب بمصيرفه، بديت كبرت كبر الحمد لله، ومن بعد يوم بدات ادخل بروفايل تاعي شوف يعني كيفاش. لا لا راك لاباس، راك عاجبنا، راك الحمد لله يا ربي. تشرفنا. عيط لي عيط لي في التليفون لقمان، خويا لازم نجي نيويورك نشوفك، توحشتك. نجي نيويورك تشوفني، لازم نجي انا هني الحمد لله نروح نشوفك اخويا، ماشي مشكل. رفد الطياره رحت عنده عمي طارق، تلاقينا قدام النجار، فدني من الايروبور، اروح عندي للدار حاجه ما تخفك، هذه اوه. anyway تكوبا تكوبا من عنده. اوكي انا هنا، اوكي، بالك عاوتيني يعني فيا بالك معليش. anyway خلي قلت لك شوية لاباس. رحت حطني دخلني دارو، وسكنت عنده يومين 3 ايام، قعدنا كيف كي تجوزنا الاخرى منها، وانا رحت والله قلت له يا لقمان اللي حاب ندير في يوتيوب ندير لي فيديو منها، قال لي ماشي يا مشكل جيب فاتكير وارواح. رحت شريت 900 دولار مصرية، شريت درون كاميرا وجو برو، رحت عنده لحقت عمي صراحه ما حبش زعما ايه يتورميني هذا ولا اللي حاط يحبني. فلاش وقت قحر فيها. يا دي انا ما عنديش عندك، انا عندي بروديوسر هو راسه يحبس لي فيديو، ترى عندي لي بروف نبعثه لك تشوفهم، انا ابعت صنع ابعت لي ابعت فيديو ابعت تاعي في التليفون تاعي ابعت هكذا معليش ماشي مشكل، كاين لي بروف بلي فيديو انا توريني، والناس يفهموا فيا انا توريني في الفيديو تاعي معليش، هذا كاع خير داني فيا الخير دات فيا الخير ماشي مشكل. بصح جوز عنده 3 ايام 4 ايام قعدنا كيف كيف، ما حبش توريني الفيديو هذيك، ما حب يدير او وانا مش بالخلاص ما حوشت فيه كاع خبرك، انا بشوف الطريق هاي عندي في البي هاي في الكارت ميموار، انا بنت الجوبرو باين جوبرو، قلت له جوبرو بدراك، قال لهم فوالا اللي معنا تيم وش خويا وهذا زعما يوتيوب، تحبس ثم شحن الفيديو وشكل ريكوردي كون فيها قعدت عندي هذاك الشريط نهار طحان، قلت له ما دير لي ما كانش فيديو خلاص قديم هذاك، قديم يا هذاك. معليش ماشي مشكل. عمي صالح جودنا ايام كيف كيف، ومن بعد جات مرتي ما قدرتش ندخل مرتي لدارو، تما ديت مرتي لمنهاضه مديتها الموتور، قعدنا مع مرتي يومين 3 ايام، ومن بعد ولينا كيف كيف، انا طولت راسي باش نقعد يومين عشان نطول، مرتي تقلقت قلت لها روحي اقعدي معايا شويه نعاود نقول كيف كيف، روحي ندوزو فاكونس نلعبو روح. جات جوزنا كيف كيف، لا عرفتو مع مرتي كي حبيت نحكي في الخاص ماشي نحكي هنا، عرفتو مع مرتي نورمال وكونيسونس ماشي كاع مشكل، انا راجل ونعرف روحي واش نسوى، تما ما اذا قعدت معاك مع مرتي زغل عينك برك فاهم عمي صالح، تما نعرف روحي انا راجل، انا كي نلقف كي نجي مع مرتي ونوقف مع مرتي على بالي مش كاين، انا راجل فاهم لي كومبليكسي من روحه اللي دخلت وسويت ومن نو، انا راجل مرتي راهي في كتافي على بالي مش نسوى، وعلى بالي مرتي وش نسوى معليش ماشي مشكل. عمي صالح انا جيت هنيك نيويورك كان عندي مشكل، كي تحركت كاري مع الجماعه، هو زوج منهم كنت كاري معاهم في الدار، كانوا خدامين عندي في الهوكا، انا في الماناجر تاعهم ما كانوش داير لي مشاكل كحوله، كان هو يجي من ذاك يحب يتضارب معاهم على جالي، كان يقول لي اخويا الصغير في عمر 22 سنه ما نخليهمش يحضروا، قلت له يا دي لقمان انا على بالي واش ندير، مش يعني يحضروا فيا انا على بالي واش ندير، انا نخرج خبرات خير منهم، انا ماناجر تاعهم هذه بهم غيره، وانا صافي بليزر كي يغيروا مني ويبينوا لي بلي مغايرين، حس روحي مليحه حاجه مليحه انا في طريق مليحه كما يقول لك. معليش عمي صالح يجي هو بليزر فايت يضربهم على جالي، وانا اقول له ما تدخلش روحك خلاص، بيني وبين هذا رضوان ولا بيني وبين هذا امين ما تدخلش روحك رضوان خلاص. جاز كي قلت لك تزوجت وخرجت من نيويورك رحت لتكساس، خليت ديبوزيت تاع 1200 في البارتمان اللي كنت كاريها انايا لهاد الناس اللي كانوا خدامين معايا في الهوكا، انا كاريها البارتمان انا جايبها البارتمان عمي صالح، مخلي فيها ديبوزيت تاعي 1200، جيت خارج صامي خاطي الشمره تاعي تبارك تبارك، قلت لهم خليها لكم انتوما، استغفر الله يا ربي الشمره تاعي انا باش نضمن روحي باللي عندي ديبوزيت تاعي، فراح نجيب لقمان، لقمان كانت عجبته الشمره تاعي، لقمان دخل داري عام قبل ما دخلني هو، من بعد ما قال دخلت داري قلت له ماشي دخلت داري عندي جاز طحان ينسى ينسى ينسى، داري شوف فلا ينسى. انا مشيت كان حبيت يكري الشمره تاعي، رحت لهاد الزوج اللي يسكنوا معايا امين ورضوان، الحافز انا ما قلت لك ماشي نهضر معاهم حيقولوا لك فيوتشر يقول لك باللي صحينا منها، قلت لهم خلاص اوكي راح نجيب لقمان يسكن الشمره تاعي امين يتفاهم مع لقمان، قالوا ماشي مشكل، قالوا يسكن قال ماشي مشكل، رضوان ما يحبش لقمان باسكو بليزيور فوا زعما حرجوا بالهضره على جالي فاهم، مش انا في عندي صح، مشكل واحد ما يحبوش. رضوان قال لي ما قال لي قال لي ما يسكنش في الدار، قال لي ما يسكنش في الدار ما يسكنش في الدار، قلت لهم خالتي انا راح نتزوج الشمره تاعي هاي ليك كي تكروها
شدوا ديبوزيت على السيد بعثوا لي دراهم. قال لك ماشي مشكل، لا لا تعرف ليه عام من بعد ما بعثوا لي دراهم عمي صالح 1200 دولار والله ماشي هي بيا دراهم صاحبي يا جات، انا عيط لهم شغل بنيتي يا خالتي بليز شغل انا كنت مزير ماشي خدام 6 شهور مزوج خالتي بليز هي وبعثوا لي بنت ما كاش كيفاه ما كاش كيفاه ما كاش دراهم ما كاش دراهم. الحق انا مستعظم جيت نيويورك جيت باش نشوف لقمه انت سيطوم هذا اللي جات، رحت للخدمه اللي كنت نخدم فيها عرف روحي واش نسوى خلف حكمت هاد الزوج طم خالتي ما تنعلوش بلي تبدلوا دراهم يعني هنا جيت ليكم ما صاحبي نعلو بلي دراهمي. قال لك والله يا خويا من باباني انا في عمر 22 سنه عمي صالح واحد عمي طارق واحد في عمره 38 سنه واحد في عمره 37 سنه هاد الزوج نهضر عليهم يتخركسوا ويتبلبلوا يقول لي والله روح بق نبعث لك دراهم 8 10 ايام هو غير باش يليكيديوني برك علاش مش مشكله انانيه. عاود وليت مع مرتي وكاش منا شهر عيط لهذا امين الصباح دراهم قلق عمي صالح دراهم صغيره قلت له امين دراهمي هاك الفلوس خربيت بعتهم لي دوكا. قال لي شوف دراهمك ما تديهمش ودير واش حبيت ديال الفقر زعما زعما احترمي بين الصغير. قلت له يا الفقر قلت له شاهد على كلامك واش تهضر ما تحمل المسؤوليه. قال لي تحمل المسؤوليه انا راجل. قلت له هي صحتها الله في روحك ونشوف تي وسون تي وعن قاري كي نقول شوف عن قاري كوبيت واش يدير هذا امين 38 سنه في عمره يعيط لقمان ويقول نسيمه ويهدد فينا وحب يجي يضربنا. لقمان اللي زعما صاحبي يعيط لي في التليفون يرخصني ما خلانيش نهضر ما خلانيش نهضر بصح وشنو هو البروبليم هو الطفل يسمع لها عمي صالح يسمع لك الطفل يسمع لك ستيرويد ستيرويد كي دير ستيرويد باش تكبر الميسكل راك تزيد الهرمون تاع التستوستيرون في الكور تاعك. التستوستيرون شنو هي؟ الرجال عندهم تستوستيرون انت عندهم استروجين. التستوستيرون تخلي راجل راجل بلا بوغ شينه العضلات القوه هذيك تخلي الراجل راجل هي الهرمون تستوستيرون. هرمون استروجين يخلي مراه 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 بالحنانه تاعها بالعقاله تاعها بالصوت الحنين هذا هرمون انت كي تزيد انت حنا ربي مد الناس 0.3 ميلي جرام تاع تستوستيرون في النهار الجسم تاعنا يدير لها برودكشن هذه الناس يبداو يفهموا بزاف علاش لقمات تبدل وموش ماشي غير ربي تيري برك ما عندوش شو يدير تهدي ما عندوش شو يدير دوك نفهمك علاش كي تزيد تستوستيرون في الكور تاعك عمي صالح ترى ربي مد لك عمي طارق يمد لك 0.2 ميلي جرام من التستوستيرون في الجسم تاعك كل نهار. انت هي باش تكبر الميسك تجيب تشكه وتطبع زوج غرامات الله الحق تطبع زوج غرامات تاع التستوستيرون في الكور تاعك واش يصرى لك؟ تولي هايج واحد ما يحبسك تحس روحك انت هو السبع علاش؟ باسكو عندك التستوستيرون بزياده. روح لجوجل لا جوجل يا عمي صالح يقول لك السيم انسر اي كان دو ات رايت ناو نير يو ما باش اللي عنده السماع شغل شفت هذه المعلومه تاع التستوستيرون يروح لجوجل جوجل يمد الحقيقه كما يقولوا. قلت له والله غير يا لقمه قلت له كثر بزاف التيست وصاحبي نقص نقص انا هذا واش قلت له شعل ما خلاليش. بعد واش فكرت فكرت بلي عندي فيستا كيما هذه تاع الجين حوايج يدبالوا كما يقول لك قماش يدوب ويزول معليش فكرت بلي عندي فيستا نسيتها عنده في نيويورك جيت لباري فيستا هذه شاريها ب 500 دولار عمي صالح ماشي بدراهم ولا بصح شاريها فيستا غالية حراق وشاريها ب 500 دولار بصح تحبها شغل خلاص تحراق وشريتها غالية فيستاتك يا صاحبي. قلت له لقمان الفيستا تاعي ما شفتهاش في السوق خليتها عندك في الدار. قال لي ايه راهي عندي تحب تجي ديها روح تديها. قلت له لقمان نبعث لك 30 دولار في الـ في الـ في الـ في الكاش اب ولا في الزال ولا في الفينمو ابعثها لي في البوست علاش نجي بيربح لي في العيب عمي صالح. كوبيت مع التليفون بدا غير يعيط بدا غير يخصك مع التليفون رحت للواتساب يتهضر مع عبد الله ميساج فلقمان ربي يهديك انا بعد نبعث الكاتش وبعيرك تسمى كيفاش تبعت 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 لقمان ربي يهديك لقمان هذه لقمان هذه لقمان هذه سيد شحال وكلب عليا بلا سبه صاحبي شغل شغل قلت له يماها صاحبي حنا عندنا وكاله سياحيه في الجزائر ترافل ايجنسي لقمان كي عرفتو عندي عامين قلت له ماذا بيا حنايا نسبونسوريزيوك نديرو السبونسور انت تروح حول العالم فواياجي وتصور باسمنا كيما اتس كوميرشال اتس ماركتينغ اني واي معليش هبل فرح صح هذا شغل معليش مليح عليه ولينا تسمى بوت سايد اني واي انكم اه درتو بعلاقه مع خويا خويا اللي تمن اللي محاكم كاع تسمى ترابل ايلينز اللي مشيها درت له علاقه مع خويا في الواتساب هكذا في الجروب ديالنا كيف كيف باش نعرفه مع خويا قلت له بلي فوالا هذا هو اللي راح يكون انفلونسور تاعنا ماشي مشكل خويا معليش تخي خويا عاقل بزاف بزاف مسكين عاقل تاع بصح قال شويه يهضر معاه كل شيء بنيه هضر معاه خطره بك عندي صالح تيماجيني كي ضارت مع لقمه واش دار استعمل النيميرو تاع خويا اللي كنت رايح انا ندير فيه خير وخدمه ويعيط لخويا
يقول له بلي خوك راه يبيع كذا وكذا في الماريكان، وخوك سرق البلاصه اللي كان يخدم فيها على الشيشه زعما هذه. قلت له شوف صاحبي، قلت له شوف اذا تقول بلي سرقت الشيشه قلت له جيب لي دليل. قال لي عندنا فيديو عليك. قلت له حطها في اليوتيوب، عندك نص مليون متابع حطها في اليوتيوب، تفرج كاع معايا توريها لي كاع حطها في اليوتيوب، اتينا بدليل اذا كنتو صديقين. وجهك ما قلت وجهك له كاع سرقه، اسمح لي. حطها في اليوتيوب باللي عندك فيديو عليا باللي سرق زعما. قال لي اوه جابوا لي فيديو عليك، شنو جاب هذاك؟ هذا كانوا خدامين عندي، مازالوا خدامين عندي، وين جابوا الفيديو عليا؟ وين ولا سرق باللي سرق من البلاصه هذيك؟ انا البلاصه هذيك حاكمها كاع المعلم، مخليني فاتح يجي مره في الشهر نحاسب معايا يدير إذا الكاش تاعو، قليل يدير البيت وغير كاش، غير هو اللي يسرق واقعي. ويجي رايح. تمام، قلت له اذا عندك فيديو روح حطها في اليوتيوم ما تحط. هذا السيد خلاني يا عمي صالح، ومن بعد ما عرفت والد وحكيت الوالد، انا قلت بالك اني غلط، ما بداو مازال مازال من والناس كيف تتبع فيه هذه في الفتره كان شهور اليوتيوب. ما قبلت كي والد حذر الناس كي ما يقول. انا ما انا عمي صالح في وسط الدنيا يمت اكرم الله يرحمه يسكت. قالت لي وليدي راه يشوف فيك في الاخره، قالت لي راه افضل حق يشوف فيك. خلاص غمها. قلت لها والله في وسط اكرم الله يرحمه، انا اكرم ماذا بيا ان شاء الله ما عرفتوش في الدنيا، ما كانش صاحبي اكرم الله ما نعرفه. انا كي جيت كنت في مينيتوبا كي مات، ومن بعد كي مات هو مورا 6 شهور انا رحت لنيويورك، رحت لنيويورك تما والله ما عرفته. 6 شهور كي خويا ما نعرفوش، الحمد لله تعرفوا تعرفوا من الناس واش هضروا عليه الناس. قالت لي اكرم، قلت لها خلاص معليش سكت جبد مي ما قال لي واش هضرت لك دوك عمي صالح، بالك هذا غير 20%. قلت لك قالك انا رامي يقول راح لك طول بزاف بزاف. اكسكيوز مي، رامي يقولوا لك احكي لنا على كيف سرق اكرم ولا ام اكرم. ما انا شوف بروميت دي شوف اذا حبت يمت المرحوم تهضر تهضر، انا ما عنديش الحق نهضر على هذا خلاص بروميت لها. خلاص وحد ماشي حضرتني ما حضرتنيش يما كيما الدنيا كيما بصح قالت لنا شغل خلي وليدي دار الحق وخلوه في بلاصتو. صح فاذا صح هي سرق اكرم، تقدر صح عليه سرق تقدر ميت، صح عليه، سرق ميت. سيد راهو ميت تقدر عليه تزيد له في عذابه مسكين، راهو في دار الحق خليه يريح. هي فهمتني مسكينه علاش، قالت لي انا حابه وليدي يريح ماشي حابه وليدي يتقلق. قالت لي راه في دار الحق يزيد يتقلق على شنو صاير عليه. شغل صح هو صح صح سرقه، صالح عمي طارق هو صح سرقه. يقول لك لي الساكت على الكذب شيطان اخبث، اذا ما يشغل بني خالص يقولوا لي الساكت عن الحق شيطان اخرس. اكزاكتومون يس ذا انسر از يس خلاص ذاتس وات اي كان سي كان يقول ظهر الحق وبطل، ظهر صح والله. الحق غادي مات المرحوم زهق الباطل. يعني بروميت لها باللي ما نقدرش ماشي راح نجبد عليها شغل، ما نقدرش نجبد شغل كاع على اتس اناف اتس اناف. اي بروميس هير. قلت لها باللي خلاص، قالت لي الله يفرش وخلي وليدي يريح. لا خلاص ربي يرحمه ان شاء الله يكون من اهل الجنه. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله والله يهدينا ربي يهدينا. ما تشاهد الناس الشاهده الحمد لله الله يهدينا. ما تعش الشرف تاعو دوك هذه يا جماعه راكم تشوفوا يعني الناس راهي كيما يقولوا وربي يعني صالح والله ما تمنى له والله غير مقري هذا الشيء كاع والله ما تمنى له حتى شر يا عمي صالح. وربي ربي يهديه ربي يهديه ربي ان شاء الله. ما انا عمي صالح انا طيح لي بخالتي، انا طيح لي انا ذاقت لي ذاقت لي والله غير ذاقت لي عمي صالح 500 الف متابع ولا في دراري صغار يتبعوا فيه ماشي صغار بهذوك لا يسبوني دراري. هذاك انا شعري بعد شعري 23 يرز اولد شعري 23 سنه ما انا صغير ماهيش قدري صغار يعني ماشي مليح. فاسمع البوان تاعي ذات ماي بوينت، انت هيك تكون انفلونسور قدوه للناس هكذا كاع كنا صغار كاع كنا صغار ونحبوا نتبعوا خاوتنا الكبار. اذا اخوك الكبير يضارب حتى تضارب، اذا اخوك الكبير ما باش يدير حتى قدوه راك تقول بلي قدوه. دوك انت اذا من 500 الف عندك 200 الف في عمرهم 15 سنه وهبط يشوفوا الفيديو تاعك تضرب في واحد ضرب مبرح كما تقول انت ضرب مبرح معليش بالصح راح يقول لك باللي ويشوفوا باللي انت ما هضرتش كاع الشغل هو السيكنيتي فاهم فيك تدب دب كما قال له واحد صاحبي عثمان عليوات طلعت رجلك واش بك يا صاحبي واش بك يا عثمان عليوات. في فيه يقولوا الدنا 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 ادنا لله. انا قلت لها تحليل ادنا لله احكم كلش اوكي معليش ما يمشي اسمح لي اسمح لي يا خلي نسيم اسمح لي. والسيد هذا دوك نقولوا مثلا نعطوا مثال مثلا هذا لقمان حاب يديبها عقليه زعما جوج شغل اوكي صراحه. دوك السيد هذاك واش قال له اللي هو مريض السكر اسمه يونس قال له باللي رانا في الغربه اوفر سيز على بالك تكون اوفر سيز ويطيحوا لك بيما. قال له طيحت لي بيما. الانسان العاقل يقول له احبس راك تقول طيحت لي بيما اتاكد الى صح ولا لا تسمى كيفاش ما تامنوش وبالك صح طيحت له بيما. هو على كل حال ظالم هذاك الانسان ظلمها احنا ما نقولوا ما ظلمهاش
لا لا ظلم الطفله وعدنا وشفنا وربي يهديه والطفله ربي يهديها، بصح امه هنا قاضي جوج يسمع من زوج، هو سمع مع الطفله وحنا شفنا الفيديو سمعنا كلش، هو كان سمع عند الاخر قال لك طيحت لي بيمه، بالك طيحت له بيمه من قبل، بالك كان يطيح لها طيحت له بيمه زاد شعل، ومن بعد هو ما حبش يستعرف ضربه وصاحبه كان يفيلمي، وهذه الاستوار كاع زعما ركبت معاه في طوموبيل انا غير ركبت هو زهر عيط له، هذه ما كاش من هذه مخدومه اللي طالع اسمع احنا حبيت نسقسيك، احنا عندنا بريفي نعيطوا احنا بالبريفي تقدر تستعمل ايطوال ايطوال 6 7 بصح يخرج برايفت نمبر بصح ما يستعملوهاش موستلي فور سكام يعني اللي يسرقوا دراهم يديروها لا لا بصح انا مالي كان حتى ونعيط لك بالنورمال تروح لابوليس يا حريه التعبير عمي صالح فريدم لانجويج فريدم تالك بوليس يسبوا ما يهضرش معاك وما يعرف شوف ما يعرف باباها ما يعرف يماها هذه كاع خرطي هذه كاع وحتى لو كان يعرف يماها وباباها وخوها اصحابه هذو ديوثين هذو الله يسترنا كيف اخوتهم تقرا هنايا وتخدم وتعب الناس يسبوا ويعيط للسيد يقول روح حامي على اختي احنا ما فهمت دوك احنا دي زارجيا دي ميزيلمون فهمت انا والله ما فهمت فين يخمون انا ما عنديش اختي ما عندي لا ام لا اب بصح احنا ما نديروش هذه الشوفات هنايا يعني فهمت كيفاش حبوا يعيشوا هذا والله انا حبيت نرجع لك البوان تاعي الامبورتون يا عمي طارق لي ربي يهدينا ربي يهدينا صح ربي يهدينا اجمعين واحد مره ربي يهدينا انا غلطت شوف انا نغلط انا نغلط وكل يوم نغلط وعندي ذنوب انا قلت لكم انا نغلط وكل يوم نغلط وكل يوم نغلط وكل يوم نغلط ونتوب ان شاء الله وعندي ذنوب وكاع نغلطوا وكاع عندنا ذنوب الكمال لله سبحان الله وتعالى ولكن الظلم وظلمات يوم القيامه ماشي مليح الظلم ماشي مليح تخدع الناس وتسرق دونك انا بالك غلطت كما نقولوا حنايا امور بيني وبين مولايا ربي راه يستر كل شيء صح يا اخي تسرق فيستا تسرق ميت واش هذا تضرب طيح تكذب عمي طارق طيح لي بخالتي حوايج جزائريين عمي طارق عمي طارق حنا جزائريين تشوف كحلوش برا مسكين بردان تنحي حوايجك وتمدهم له يا ودي ما نحكوش جزائريين جزائريين عمي طارق تعرف شنو نقول لك؟ إذا كاين 200,000 واحد من 500,000 واحد متابعين تاعو كما يقول هو صغار بازابيس كما يعيط لهم ويشوفوا كيفاش دار ويولي يديروا كما يدير هو باسكو هو تلقى فوق قدوة أنت تما أنت واش يتبعوك في الدين يتبعوك في الصلاة يجودوا القرآن كما أنت ويولي يضربوا كما أنت راك فاهم؟ مي تطلع الجينيراسيون وكان في الفيديو اللي دارها شطارة يفهم واش صرا يجبد هذا البوا قال اتسنا مانيش قدوه واش درت غلط والصح ماشي لازم عليا هاك او موا الدراري هذوك يعاودوا يرجعوا ويتسقموا يفيقوا باللي هو بس باش تقول انت بس باش تقول انت باللي نو مانيش غلط وهكذاك غلط راك بيعك 200,000 واحد و 200,000 واحد هذوك راك تعرفوا كل يوم على باله يعرف اللي من يدنا على باله بلادك في الخاطئ ما يقدرش يشتكي بها على كل حال يعرف لي من يدنا ما يدناش حنا لينا ولا على كل حال انا حتى ويدنا ليا اي واحد يدنا لينا حنا ما رانا تاع عنف ما نضربوا ما والو حنا رانا في بلاد القانون بلاد العداله يا خويا سب طيح دير واش حبيت كي تلاحظ الكونفوكاسيون انا عندي الانشورنس لايف يا خويا انا ماذا بيا تخدم عليا لاسيرونس تاعي دبر راسك عندي بارك هاد البلاد هاد البلاد الفايق والشاطر يخدم هذا ما يخدمش هذا قال لك القوي ليس ليس القوي الشديد بالسرعة ولكن القوي هو الذي يتمسك نفسه عند الغضب يعني لو تضرب السيد ما يسكر ايماجيني السيد طاح على راسه بعيد الشر طاح على راسه ايماجيني طاح كوما ومن بعد واش ولي يدير هو بعد واش ولي يدير او قتلته بعد يقول لهم لا غالب قايم 20 سنة حبس في خطارة عادي طفلة لا انا واش راح يدير والله هو كان جا انسان عاقل هو علاش دار هذيك العفسة باش يبين روحه ويربح البنك وباش يبين انا ضربتو باش زعما سحبتي شوفي انا واعر بس هذه في الجزائر درناها بكري هذه حبسوها في الجزائر بروبلام كما قال واحد صاحبي هضر معاه عيط له في التليفون ما خلالوش باسكو ما يقدرش يقوم معاه كبير عليه ويقادر ولقمان يقادر هذا الانسان ما نجبدش اسمه وليد العربي الجزائر زيري قال له يا الفاهم قال له فاهم قال له انسى كلش فهمني هذه بقى له ما فهمتهاش قالوا انت سمارت وشاطر وخمط راحت له كونيكسيون
هذا وقيل راه في الجلفة. واش راك بالموبيليس ولا جيزي ولا ما راحت لي بالك؟ يا راه بالك راه في الجلفة، راحت له راه في الجلفة. ربي يهدينا ان شاء الله، ربي يهدينا. واش راح نقول لكم حنا؟